انت يعني من انا من اول ما يعني احتكيت مباشره مع فنك كان في اللعب في الدماغ في الهناجر. انا فاكر التجربه دي كانت تجربه جميله بعد غزو العراق وبعد الحرب والكلام. خالد هو سياسي فنان ولا فنان سياسي؟ لا، فنان الاول، فنان في الاول، بس كلمه سياسي دي ليها مستويين. المستوى الاول هو مستوى بتاع الانسان، كل انسان عليه انه يراجع نفسه، هو يسال بالتاكيد اسئله تخص هل انا عايش في عدل؟ هل انا المجهود اللي انا بعمله كي اعمل العمل ده مردوده راجع ليا ولا راجع لاخرين؟ مش دي اسئله في دماغ كل الناس، دي شرعيه وعادله، ودي اسئله سياسيه، واسئله في المقام الاول سياسيه. هل من حق حد يوقفني في الشارع ويديني جزء لام ظنا منه ان انا كنت كذا؟ او هل من حق حد انا اختلفت معاه يكسر عليا باب اعتمادا على انه له عزوه او انه مسنود في البتاع؟ دي كلها اسئله تخص الانسان. مش هستخدم كلمه الانسان العادي لانه مفيش انسان غير عادي، هو الانسان، كل انسان من حقه ده. ولكن في المستوى الثاني هو الناشط. والناشط ده اذا كانت يعني مؤخرا كانت ارتبطت بجمعيات حقوق الانسان، هي في الاساس الناشط ده هو شخص يبحث عن الحق وعن الحرية وعن العدل لي وللآخرين. يعني إذا كان الأولاني بيبحث لنفسه لا، من منطلق أنه ضعيف في المقام الأول. يعني لما أعرف الأول أدافع عن نفسي أبقى يا سيدي أدافع عن الآخرين. واللي بيحصل في التاريخ كله أنه الضعفاء هم اللي بيقفوا جنب بعض وبيحسوا ببعض، والفقراء بيحسوا ببعض والمقموعين بيحسوا ببعض. عليك أنت بقى إذا كنت راجل بتهب لنصرة الحق والعدل انك انت تعمل ده، حتى لو كنت انت ابن طبقة وسطى او ابن طبقة من الطبقات الميسورة، يعني بتعمل لوجه الحق، مش عشان انت ليك حق مباشر فيه. لكن انا مش موافق على الراجل ده يتضرب بالطريقة دي، او اتفضل اعرضه للمحاكمة، لكن ما تعتقلوش بالطريقة دي مثلا. من المنطلق ده طبعا انا كان في مشواري الفني يعني كان عندي مشكلات بتقابلني اللي وانا اعتبرتها معضلات انا ان شاء الله هحلها بطريقتي. زي ايه؟ زي هل ينفع ان تبقى ممثل ومهتم بالسياسه؟ هل ينفع تبقى ممثل وبتعرف نفسك باعتبارك يساري او اشتراكي او بتاع؟ هل ينفع تبقى ممثل وبتتكلم بالفصحى في امريكا يعني، او عامل فيها مثقف او عامل فيها بتاع؟ كل الحاجات دي كان بيقابلني وانا في العشرينات من عمري يعني، يعني في الثلاثينات ابتدت تقل، بس فضلت لغايه عرض اللعبه في الدماغ كانت خلصت يعني. اللي هي فكره هل ينفع تبقى ممثل كمان ومخرج ومؤلف وبتاع؟ هل ينفع تبقى ممثل وتنزل مظاهرات؟ انت فاهم؟ كل ده انت سالته لنفسك. كل ده انا عرض عليا كاسئله، لكن انا شفت ان انا لو عرض عليك من طرف تاني من ولا داخلي؟ لا يا ابني، نصيحه ليك لو انت عايز تبقى ممثل ما تتكلمش باللوندي، ما تتكلمناش بالفصحى عشان الناس مش هتحبك. فانا قاعد افكر يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني الفصحى دي الناس بتسمع فصحى، بتسمع قران طول الوقت، وبتسمع ام كلثوم لما بتغني فصحى، بتسمع يعني بلاش الكلام يبقى مسطح وعلى علاته كده. تمام؟ فما كانش عاجبني الكلام اللي هو ده. لكن اذا انت قلت فصحى وكان دمك تقيل ماشي، ما انت ممكن تقول عماوي ويبقى دمك تقيل برضه. فالقصه في دم التقيل، مش في طبيعه الوسيط اللغوي. مش في الطريقه اللي اخترت دمك يبقى تقيل بيها ازاي يعني. والا اذا كان مدعي، والمدعي شيء ممجوج ومرفوض اذا كان انت ممثل، او اذا كنت انت مهندس، او اذا كنت انت ضابط، او اذا كنت انت اي حد. طب في السياسه، انت يساري يعني، انت افكارك اشتراكيه يساريه، بمعنى ان انا انحاز الى الطبقات الكادحه والى طبقات الغالبيه. واؤمن، لا اؤمن بمجرد الديمقراطيه السطحيه اللي هي اللي على الوش دي، يعني كلنا كل كام سنه نروح ننتخب مين اللي يعمل حاجه احنا مش عايزينها، اربع خمس سنين ولا 10 سنين. لا، ولكن ولا مين اللي نختار ناس علشان تبقى دي في البرلمان. اذا اضطريت لده في فتره من الفترات ماشي، لكن مش هو ده المجتمع اللي انا بشوف سيتحقق فيه درجه اكبر من العدل والحريه. بأؤمن بالديمقراطيه الاجتماعيه، ان الغالبيه هي يعني برضو انا ساعات يعني ساعات الفاظ كبيره على يعني على بعض الناس.
انا مؤمن بالديمقراطيه الاجتماعيه. يعني هل مثلا امريكا ديمقراطيه ولا مثلا التجربه الاشتراكيه في قبل سقوط الاتحاد السوفيتي كانت ديمقراطيه؟ ما هي كانت الاشتراكيه بتجيب ديكتاتوريات. لا انا في ومضات في التاريخ يمكن انك انت تاخدها تبني عليها. يعني انت تاخد يعني انت لما تقول مثلا في ومضات في لحظات كده لما تقول مثلا محرر العبيد سبارتاكوس وتيجي تبص بعديها بقرون لمثلا تشي جيفارا يكاد يكون ومضة. الومضة دي انت بتاخد منها الاهم ما فيها انك انت ايها الظلم اذا كنت تمطرست وراء مثلا روما وقتها بمضلعاتها وبتاع لكن من الممكن ان يخرج واحد زي سبارتاكوس ده ويلم حواليه العبيد ويعمل ميليشيات ويحرج الرومان مرة واثنين وثلاثة واربعة. لكن انتهت النهاية مأساوية بإعدام 6000 صلبوا بما فيهم هو طبعا. لكن هل ده خلص على الكفاح؟ هل ده خلص على فكرة النضال؟ لما تتكرر التجربة دي مرة واثنين وثلاثة في التاريخ ويجي في أبرزها زي ما بقول أنا بحس الشبه بينه ده مع جيفارا مثلا إنه هو رجل دكتور عنده الرب طالع بالموتوسيكل يتفسح في أمريكا اللاتينية ويتفرج على الدنيا اللي حواليه فاكتشف إنه هو يجب عليه إنه يبني البلطو ويمسك السلاح وإنه الفلاحين هم نفسهم اللي فيهم الجهل والفقر والمرض هم بعينهم اللي هيبقوا الجيش بتاع الدفاع قتل في الآخر لكن ده مش معناه إن هي خلصت.